Assalamu alaikum. Welcome back. Learn English faster. Better English with Muhammad Subhi. إن شاء الله النهاردة هنكمل اللي احنا بدأناه المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت أخذنا introduction. إيه أهم الأشياء اللي لازم تاخد بالك منها وأنت بتتعلم English. الأخطاء اللي برضو يجب أن تتحاشاها وتتجنبها. Okay, you have to take notes. Okay, لازم تاخد comments. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات بعد ما تشوف الفيديو أو حتى ممكن تعمل pause للفيديو وتكتب الكومنت بتاعك وبعدين تسجله أو تسأل. وهنعمل زي ما قلت حلقة مجمعة ناخد فيها answer لكل الكومنتس دي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بالضمائر الشخصية بكل أنواعها. إيه هي الضمائر الشخصية؟ The personal pronouns. في ناس عارفاها، ناس مش عارفاها، ناس مش عارفة كل الأنواع، ناس بتخلط ما بينهم. يعني كان في حلقات بتستخدم ضمير الفاعل بدل ضمير المفعول، صفة الملكية بدل ضمير الملكية، ودي ناس ممكن تكون هاي ليفل، يعني مش لازم يكون بيجنر. عشان كده بقول لازم نبدأ صح من البداية. Let's start. Personal pronouns. لازم نعرف الأول إيه هي الضمير الشخصي. الضمير الشخصي هو إيه؟ It's a word which is used instead of a noun or a noun phrase. They are often used to refer to a noun that has already been mentioned. يعني ده كلمة بنستخدمها instead of بدل ضمير أو اسم أو شبه جملة. يعني الضمير ممكن يحل محل ضمير تاني، ممكن يحل محل اسم، ممكن يحل محل شبه جملة أو جملة قصيرة. بنستخدمهم أحيانا بدل ضمير تم ذكره مسبقا، وده بيكون مثلا مع الريفلكسيف pronouns. يبقى بنستخدم الضمائر على حسب انواعها وعلى حسب وظيفه كل ضمير فيها. Examples على البيرسونال pronouns عندي I he she at we you they them him his her hers theirs ours yours وفي باقي الأنواع. It will come in a sequence. هتيجي دلوقتي في تسلسل وترتيب معين. يبقى عرفنا إيه هي الضمائر الشخصية؟ ضمير بنستخدمه أو كلمة بنستخدمها عشان تحل محل اسم أو ضمير تاني أو شبه جملة. Let's move to the first type. أول نوع من أنواع الضمائر الشخصية وأهمهم subject pronouns. Okay. عرفنا طبعا المرة اللي فاتت إن الجملة بتتكون من subject و verb و object. هنا جاء الدور اللي نعرف فيه إن subject ممكن يكون كمان pronoun، زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن subject ممكن يكون noun or pronoun. هنا الضمائر دي مكانها دايما بتكون في subject في الجملة، يعني في أول الجملة. Subject pronouns ضمائر الفاعل. As I said, it comes at the beginning of the sentence. تأتي في بداية الجملة. It replaces a noun or other pronoun as a sentence subject. يعني بتيجي عشان تستبدل اسم تاني عشان تكون في مكان الفاعل. يعني محل إعرابها في الجملة فاعل. Okay, من اسمها subject. Example, I, he, she, it, you, they. Okay, يبقى دي subject pronouns. عرفنا مكانها وعرفنا وظيفتها في الجملة. يبقى تأتي في بداية الجملة وتستخدم لتحل محل اسم أو ضمير يأتي في بداية الجملة أو القائم بالفعل. Okay, let's move to the next. Object pronouns. ضمائر المفعول. طبعا ضمائر المفعول وضمائر الفاعل very similar to each other. عشان كده قلت ناس كتير بيغلطوا and they you know misuse both of them. بيستبدل ضمير الفاعل بضمير المفعول وده this is wrong.
اوكي يبقى وظيفه ضمائر المفعول it replaces او نفس الوظيفه replaces a noun or other pronoun as a sentence object. هناك sentence subject لكن هنا مكانه object يعني بيقع عليه فعل الفاعل. السبجكت خدناه انه هو اللي بيقوم the doer of the action هو القائم بالفعل في الجمله هنا ده المجني عليه the receiver of the action. اوكي طبعا النوع ده من الضمائر ما ينفعش يكون غير object يعني مستحيل يحل محل السبجكت. نفس الكلام السبجكت مستحيل يحل محل الاوبجكت. اوكي في الحلقه بتاعه السبجكت والاوبجكت هيكون الاثنين مع بعض عشان نعمل كومبارسن يعني عشان نبين الفرق ما بينهم وبضديها تتميز الاشياء. نجيب الشيء والشيء المقابل فيه مقابل ليه او الشيء اللي الناس ممكن تستبدله بيه. اوكي سمبلي الاوبجكت براونز ضمائر المفعول تاتي كمفعول به وتحل محل الاسم او الضمير الذي يقع كمفعول به في الجمله. اوكي ليتس موف تو ذا ثيرد تايب possessive adjectives. البوزيسيف ادجكتيف مشهوره جدا وكل الناس بتستخدمها حتى من غير ما تعرف ان هي possessive adjectives. المشكله ان في ناس بتعمل ميكس ما بين البوزيسيف ادجكتيفز والبوزيسيف بروناونز. طبعا في بعض الكيركولومز وبعض الناس بعض الناس بتاخد الاثنين مع بعض as a mix. اوكي تعتبرهم صفات ملكيه او ضمائر ملكيه. لا احنا عايزين نعرف ايه هي صفات الملكيه وايه هي ضمائر الملكيه والفرق بين الاثنين. كل نوع فيهم ليه حاجه بتميزه عن الثاني. First possessive adjectives صفات الملكيه هي my your his her its our there. أنا هنا عامل plus a noun عشان ما ننساش. أهم صفة بتميز صفات الملكية عن ضمائر الملكية إن صفة الملكية must be followed by a noun لازم يكون بعديها noun عشان توضح ملكيته في الجملة. Like my car سيارتي my car my dress my dress my dress ده واحدة تتكلم عن نفسها فستاني. أوكي يبقى هنا أهم صفة وأول صفة بتميز الـ possessive adjectives عن الـ possessive pronouns إن لازم تكون بعدها اسم. Simply possessive adjectives sits before a noun زي ما قلنا بتكون قبل الاسم. أوكي a noun or a pronoun to show who or what owns it عشان تبين مين اللي بيمتلك هذا الشيء. يبقى simply وظيفة صفات الملكية إن هي توضح ملكية الشيء أو ملكية شيء معين ودائما تصف اسم أي يجب أن تتبع باسم لتوضيح الملكية. يبقى من اسمها صفات ملكية وظيفتها بتوضح ملكية الشيء. Let's move to the next. Possessive pronouns دي ضمائر ملكية. يبقى عندنا اثنين من الضمائر الخاصة بالملكية صفات ملكية وضمائر ملكية واللي بيحدد الاسم هو موقعها في الجملة وطبيعة عمل كل واحد فيهم. طبعا possessive pronouns ليها صفة مشهورة انها independent يعني مستقلة يعني it can stand alone تقدر تعتمد على نفسها. يبقى this form okay this form of each of these pronouns is independent يعني مستقل. Like mine mine ours yours his hers its and theirs. لو لاحظتوا ان في شبه كبير جدا ما بين صفات الملكيه وضمائر الملكيه. الاختلاف بيكون في اضافه حرف الاس مثلا just like our ours your yours her hers their theirs. في حاله his and its دي طبعا the same repeated متكرره ما بين the possessive pronouns وال possessive adjectives. طبعا mine مختلفه تماما عن my my mine but it's you know just like a brother and sister. Okay so it comes at the end of the sentence. طبعا the possessive pronoun لانه بيعتمد على نفسه يقدر يكون مستقل في اي مكان لكن mostly في معظم الاحيان بيكون في نهايه الجمله زي ما قلنا it stands alone يعني بيعتمد على نفسه مش محتاج اسم يجي بعده. ده هو احيانا بيحل محل الاسم في حاله الملكيه كمان. اوكي طيب simply again هذا النوع لا يحتاج ان يتبعه اسم ولكن يدل على الملكيه
وقد يأتي أحيانا بعد الفعل مباشرة. Yes. يعني ممكن تقول This car is mine. This car is mine. هذه السيارة ملكي أو خاصتي. This car is mine. هنا جاء بعد الفعل مباشرة. Okay. This home is his. هذا المنزل منزله أو خاصته أو ملكه. This dress is hers. This dress is hers. هذا الفستان هو ملكها أو خاصتها. Okay. So it comes after the verb directly. يعني أحيانا بتأتي بعد الفعل أو معظم الأحيان كمان بتأتي بعد الفعل مباشرة. Let's move to the fifth and the last type of these personal pronouns. آخر نوع في الضمائر الشخصية وهو النوع اللي هو you know not too famous, مش مشهور جدا, عشان كده في بعض الناس ما تعرفوش أو في ناس بتخطئ في استخدامه. لكنه I think إنه أسهلهم لأنه وظيفته باينة في اسمه. Reflexive pronouns. Reflexive pronouns. Just like a mirror, you know. If you look at the mirror, you will see a reflection of yourself. لو بصيت في المراية هتشوف انعكاس لصورتك. The same thing. الضمائر الانعكاسية بتنعكس على الفعل في الجملة. بتوضح إن الفاعل قام بهذا الشيء بنفسه. Okay? يبقى بتعكس الفعل على الفاعل أو بتلصق الفعل أو الحدث على الفاعل اللي موجود في الجملة. وطبعا دايما بتكون مشتقة منه. Let's see. They are pronouns that refer to the subject, بتشير إلى الفاعل, whatever it is, noun or another pronoun. يعني لو الفاعل noun like Ahmed fixed his car himself. Ahmed fixed his car himself. أحمد صلح السيارة بنفسه. نفس الشيء يبقى هنا himself back to أحمد. I can say also he fixed his car himself. He fixed his car himself. يعني هو صلح سيارته بنفسه. يبقى himself back to he. يبقى عرفنا هنا أنه بيرجع أو بينعكس على السبجكت الفاعل في الجملة, سواء كان الفاعل ذا اسم أو ضمير, noun or pronoun. لازم أخلي بالي من الترتيب والوظيفة بتاعتها. أوكي, اللي عايز السلايد شو ده عايزه soft copy ممكن يسيب كومنت أوكي, أو يسيب الإيميل أدرس بتاعه في الكومنت وأنا هبعته له PDF extension. أوكي, they end in self in the singular case. يعني في حالة المفرد بتلاقيها دايما كلها بتنتهي بself, like myself, myself, himself, yourself. Okay, like it ends with selves in the plural case. يعني في حالة الجمع بتنتهي بselves, like themselves, themselves, yourselves, yourselves, ourselves. Okay, وبرضو هناخدها بالتفصيل وهناخد examples عليها وهنعرف ازاي نستخدمها بشكل سهل جدا. Okay, simply again تستخدم الضمائر الانعكاسية للإشارة إلى الفاعل أو أن الحدث تم من خلال نفس الفاعل في الجملة. أوكي, يبقى عرفنا إيه هي الضمائر دي, أنواعها ووظيفة كل نوع فيها. أوكي, في السلايد الأخير هنا أنا حطيتها كلها في table, في جدول بترتيب معين. لو حاولت أتمنى أن أنت تكتب الجدول ده مرة أو مرتين وتبدأ تشتقه. يعني take it, ابدأ الأول بس اكتب ضمائر الفاعل وابدأ افتكر الباقي كله زي ما انت عايز. يعني ابدأ بضمائر الفاعل اللي هو الفيرست كولن. ابدأ دي لازم طبعا I think ان كل الناس حافظها. ابدأ اكتبها وبعدين ابدأ اشتق او خد منها الأوبجكت pronouns, ضمائر المفعول, البوزيسيف adjectives, ضمائر الملكية, البوزيسيف pronouns, sorry, possessive adjective, صفات الملكية, possessive pronoun, ضمير الملكية, reflexive pronoun, الضمير الانعكاسي. أوكي؟ طيب, أول شيء زي ما قلنا subject pronoun, ضمائر الفاعل اللي هي I, we, you, you. طبعا أنا مكرر you هنا مرتين لأن you بنستخدمها مع المخاطب المفرد ومع المخاطب الجمع. يبقى you مفرد, you جمع, he, she, at, they. اوكي, زي ما قلت المره الجايه هبدا بالسبجكت pronouns,
هندي لهم حقهم في الشرح عشان دي من اهم الضمائر اللي دايما بتحتاجها. يعني I think اني you always will need it، دايما هتكون محتاج تستخدمها. هنبدا بقى نعملها ازاي؟ هنبدا نشتق كل نوع من الضمائر ونرجع لضمائر الفعل. I me we us you 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 he him she her it it they them. هنعمل نفس الحكاية مع الـ possessive adjectives. I my I my we our you your you your. طبعا you للمفرد و you للجمع. he has she her she her it it's they there they there. possessive pronouns I mine we ours we ours. لو هنلاحظ هنا ان ال possessive adjectives وال possessive pronouns are very similar، يعني هي our our بس تفنلها is ours our ours. okay you yours you yours he has he has. برضو if you notice لو لاحظنا ان has repeated has has. okay هنلاقي كمان him himself. فناخد بالنا من الاشياء اللي مكررة عشان لو عرفت ايه اللي مكرر هتفهم وتبدأ تحفظ اسرع واسهل. she hers she hers she hers it 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 they theirs they theirs. برضو نفس الكلام their theirs it's it's repeated مكرر. okay his his repeated برضو مكرر. you can draw a circle ممكن تعمل لها سيركل عشان تعرف ان هما الاثنين مكررين يعني connected together. نروح للreflexive pronouns. I myself I myself. لو عملنا analysis وفككنا myself هنلاقي هي my self my self يعني my وضفنا لها self. we ourselves we ourselves احنا قلنا في plural بنضيف selves في السنجلر بنضيف self. okay you yourself. طب yourself للمخاطب المفرد. you yourselves أنفسكم yourself نفسك. okay أو بنفسك. he himself he himself she herself she herself it itself they themselves they themselves. الجدول ده فيه كل الضمائر الشخصية اللي انت ممكن تحتاجها. لازم تعرف الفرق ما بين كل نوع فيهم وظيفة كل نوع فيهم، ودايما هتلاقي ان وظيفة كل نوع في اسمه. فانت لو عرفت اسم كل نوع خلاص عرفت الوظيفة بتاعته، هتعرف تستخدمه بكل سهولة. في البداية هتحس ان الجدول صعب، لكن لو بدأت تكتبه تاخد اول حاجة تكتبها الـ subject pronouns I, we, you, you, he, she, it, they. اكتبهم في الترتيب اللي ريحك، يعني arithmetic chemistry انت مش مضطر تحفظهم بالترتيب ده، لكن لازم تعرف تكتبهم صح عشان تبدأ تشتق كل نوع صح. اوكي هنقول ان كلهم مشتقين من ضمائر الفاعل لان ضمائر الفاعل هي اهم واول نوع فيهم. هتلاقي تشابه ما بين انواع الضمائر، يعني هتلاقي تشابه ما بين possessive pronouns وبين possessive adjectives. هتلاقي ان reflexive pronouns مبنيه من معظمها من object pronouns وبعدها ضايفين self or selves، واخدين بعض الحاجات من possessive adjectives، يعني كلها مرتبطه ببعض. المفروض الجدول ده على اخر الكورس او على اخر الجزئيه الخاصه بالpronouns تكون حافظه وفهمه، والفهم اهم من الحفظ. اوكي والفهم والحفظ يجي مع الاستخدام. لو جبت الجدول ده وفضلت تقراه وتكتبه
مش هتفهمه كويس. لازم تاخد كل ضمير وتحطه في جملة. ضمير الفاعل تستخدمه كفاعل، المفعول استخدمه كمفعول، صفة الملكية حطها في جملة وجيب بعدها اسم. لازم تستخدم كل ضمير من دول في جملة وتكتبه عشان تعرف ازاي بيستخدم، مش بس تصوره بعينك او just reading، مش بس قراءة. okay again language comes by practice. كل ما انت بتقرأ بتكتب نسبة زي ال temperature احنا بنقيسها بالترموميتر. كل ما بتبدأ تقرأ وتكتب هتبدأ عندك اللغة تعلى والليفل يعلى بشكل تلقائي. okay هنشوف الآخر note. Please note that we have five types of pronouns. خمس أنواع من الضمائر. They are related to each other. مرتبطين ببعض طبعا ومشتقين من بعض. We must know all of them. لازم تكون عارف كل الأنواع عشان تعرف إيه اللي بيستخدم في الفاعل وإيه اللي بيستخدم في المفعول، إيه اللي بيستخدم ك possessive adjective، إيه اللي بيستخدم كصفة ملكية، فين ال reflexive pronouns. Okay. Okay. You must know all of them to understand and memorize them all. Besides, to avoid misusing any of them or using one in place of the other. يعني لو انت حفظت الخمس انواع عمرك ما تغلط وتستخدم نوع بدل نوع او تستخدم ضمير معين في مكان غير مكان. Thank you very much. Please, if you have any comments, لو عندك اي comments, اي استفسار, اي شيء عايزني اشرحه في فيديو منفصل, ياريت تسيبه في comment. وزي ما قلت تاني, اللي عايز السلايدز hard copy or a PDF extension ممكن يسيب كومنت او ايميله في الـ في الكومنت وانا هبعت له السلايدز PDF selection. Thank you very much and see you next time.